من جانبه قال السفير الصيني في مصر إن البلدين ينتظرهما مستقبل كبير في مجال الاستثمار والتنمية، وأضاف خلال وضعه حجر الأساس لمنطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة أن الصين ستقوم بتنفيذ أول قطار كهربائي يربط مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة. فلا شك أنه سيترك بصمة واضحة في التعاون الودي بين الصين ومصر، وقبل ذلك شهد مشروع إنشاء خطوط شبكات كهرباء جهد 500 كيلو فولت تنفيذاً سلساً من قبل شركة ستيت جريد الصينية، وتم التعاقد بين الشركة الصينية والجانب المصري على مشروع قطار كهربائي بمدينة عاشر من رمضان الذي يكون أول خط القطار الكهربائي في مصر لتسهيل تناقل الأفراد بين مدينة عاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالإضافة إلى تقدم توسيع منطقة تايدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني المصري التي ستجذب مزيدا من الشركات الصينية للاستثمار في الصين. فكل هذه المشاريع التعاونية الهامة لا تعد ثمارا للعلاقات شراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر فحسب، بس تستشرف مستقبل مشرقة للتعاون الصيني أيضاً.